السلام عليكم، في حد بيسأل سؤال هعرضه قدامك دلوقتي. قال هو ان هو عايز يعمل الكلاش انترفيس تشيك بين ملفين، فلما بيظهر واحد فيهم التاني بيختفي. فخلينا نحط كده التكست مود التكست. هل ممكن اعمل انترفيس تشيك ما بين لينك ولينك تاني؟ لو انا رحت الفايمت كولبريت وقلت له انترفيس تشيك ران انترفيس تشيك وجيت اخترت لينك هنا، اوتوماتيك هيلغي اللينك التاني. ليه؟ لان الغرض مش ان انا اعمل الكلاش ديتكشن بين ملف وملف، الغرض ان انا احل. فلو انا احل ازاي والاتنين دول لينك مش قادر اعدل فيهم، فالصح ايه؟ لان انا بفتح ملف منهم واخلي التاني لينك بالنسبه لي. يعني انا دلوقتي فاتح الاستراكشر، ليه احط الكلاش انترفيس تشيك ما بين ميكانيكا وكهرباء؟ ما انا افتح الميكانيكا واسحب عند الكهرباء بشوف المشاكل واحلها اوتوماتيك. او تفتح النفس وركس، ومن نفس وركس في اداه للاسف اغلب الناس ما بتستخدمهاش من انترفيس تشيك اللي هي سويتش باك، وبرده في نفس وركس تعمل سويتش باك يبدا يجيب لك المشكله موجوده فين فتروح حللها على طول. احنا هدفنا مش ان احنا نعمل بيم، احنا هدفنا ان احنا نحل المشاكل ونطلع شغل مظبوط ما فيهوش مشاكل.